مرحبا أصدقائي من صفحة Lucky Pot of Quality. اليوم موضوعنا يهم السيدات والآنسات اللي يعانون من تكسر وتصبغ الأظافر. بالحقيقة واحدة من الأسباب هو استعمال بكثرة صبغ الأظافر بسبب وجود مادة الفورمال ألتيهايد اللي ترتبط مع كرياتين الأظافر اللي هو اللي يقوم بتقوية الأظافر. وبذلك عند ارتباط الفورمال ألتيهايد بهذه المادة تقوم بتضعيف وتكسير الأظافر. الحل لهذا الموضوع أول شيء نحاول قدر الإمكان اختيار الأصباغ الأظافر بدون وجود هذه المادة. ثانيا طلاء الأظافر بطلاء يحمي قبل استعمال أصباغ الأظافر، وبعدها ترك أصباغ الأظافر لمدة لا تقل عن 10 أيام ونقعها بالماء الدافئ من 5 إلى 10 دقائق كل يوم للتخلص من تكسر الأظافر والأظفر يعيد بناء مرة ثانية. وإذا لاحظنا هاي الحالة استمرت نقوم بمراجعة الطبيب لمعرفة الأسباب الأساسية لهذا الموضوع. وشكرا وإن شاء الله دمتم.